حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية، حيث يبدو أن تحركات الإطار التنسيقي الخاصة بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر وبالتالي الشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة مستمرة مع الكتل السياسية، وهذا ما برهنته المواقف التي تصدر عن الجبهة الداخلية في المشهد السياسي مع استمرار المفاوضات والحوارات بين قادة الإطار التنسيقي وبقية الكتل السياسية ومن جميع الأطراف سيما الكردية والسنية التي قالت كلمتها بصريح العبارة بأن الإطار هو الأقرب إليها في خارطة بناء التحالفات الجديدة. إذن مشاهدينا، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. حوارات تشهدها الساحة السياسية قد تبدو مكررة، لكن المرحلة الحالية مختلفة بأحداثها، مما زادت الحاجة إلى تكثيف اللقاءات بين الأطراف للوصول إلى مشتركات تنقل المشهد الحالي إلى مرحلة أخرى، خصوصا وأن الإطار الشيعي بدأ يقرأ متطلبات الشارع العراقي للمضي بتأسيس حكومة تنفذ تلك المطالب وتسعى لمصالحه، ويأتي بشخصية تلبي طموحه بعيدا عن التحزبات والمصالح الشخصية دون الاستحواذ على جانب من الحكومة المقبلة. فتحركات الكتل الساعية للوصول إلى تنسيق المواقف بمواجهة التحديات التي تهدف لإفشال تشكيل الحكومة المرتقبة ما زالت مستمرة، إذ بات من الضروري استكمال زيارات لتوحيد المواقف وبحث آخر المستجدات في العملية السياسية بغية تنسيق الرؤى داخل البرلمان لتشكيل حكومة تحقق المطالب المرجوة. فالمباحثات الجارية ترنو إلى توحيد الكلمة دون إخفاقات في استكمال الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن زعزعة الأمن في الشارع العراقي. وهناك قراءات ترى أن العملية السياسية تشهد بريقا يلوح لأفقها من خلال التوافقات الحالية التي تسعى لها قوى الإطار الشيعي بحواراتها الهادفة إلى إجماع كل الكتل السياسية ومشاورتها بتشكيل حكومة توافقية خدمية لصالح الشعب، إذ وصل مراحل متقدمة بخارطة تشكيل الحكومة. أما المراقبون عن كثب للعملية السياسية فقد صرحوا بأن الفرصة الحالية المتاحة للإطار الشيعي ذهبية، واستثمارها بالشكل الصحيح هدف هذه القوى. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب سوية بضيوفنا الأكارم معنا في الاستوديو، رئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلومري. أهلا بك يا سيد هادي، ضيفا كريما. وكذلك الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر الناصر. أهلا بك سيد عمر. أهلا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله. أبدأ معك سيد هادي، يبدو أن الإطار متفائل بإمكانيته على تشكيل الحكومة والمضي بهذه الأزمة والخروج منها، لكن أكو شيء جديد بخصوص التفاهمات والتوافقات السياسية؟ الأجواء العامة في البلاد والأجواء العامة في الشرق الأوسط وما يجري في العالم قد يشي بإمكانية أن يكون هنالك سعي أكثر لتشكيل الحكومة، خاصة وأن الأيام تجري والأمور طبيعية نوعا ما، والتحديات التي قيل أنها قد تعيق كل ذلك ما تزال ليست في المستوى، يعني التحديات الداخلية والخارجية. لا يبدو أن هنالك مشاكل خارجية في السعي لتشكيل حكومة، لأن كل ما يجري هو محاولة لتهدئة الأوضاع في العالم وتأمين الطاقة، وحتى المؤتمرات التي تعقد كمؤتمر جدة الذي يعقد في هذه الساعات في المملكة العربية السعودية ويحضره العراق وتشارك فيه دول كمصر والأردن عدا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فيه الكثير من العوامل المساعدة على إمكانية تشكيل حكومة عراقية متوازنة تدفع باتجاه حتى الدول الخارج، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت في أكثر من مناسبة أنها مستعدة للعمل مع أي حكومة عراقية مقبلة، شرط أن تؤمن الأوضاع الداخلية وتلبي مطالب الشعب العراقي وأن تؤمن المصالح الأمريكية عموما وكذلك إمدادات الطاقة في العالم. ما جرى أيضا أمس في صلاة الجمعة وما عقب ذلك من تغريدات لسماحة السيد مقتدى الصدر ب دعوته الى يعني انه قال ان هنالك من سيمضي الى تشكيل الحكومه ممن لا نحسن الظن بهم، ولكنه قال ايضا انه لا يريد ان يتم اعاده المجرب الى الساحه واعاده ايام سبايكر. بمعنى اخر، وكان السيد مقتدى الصدر يقول للاطار التنسيقي اذهبوا وشكلوا الحكومه، عليكم
ألا تختاروا رئيس وزراء. من وجهة نظر أخرى سيد هادي، تعتبر خطبة السيد الصدر يوم أمس بمثابة مباركة لقوى الإطار بتشكيلها للحكومة إذا التزموا بالنقاط التي جاءت بالخطبة؟ يعني عندما نصف الكلمة الموضوع بالمباركة ونسجل ونسقط هذه الكلمة على الوضع، قد يكون هذا فيه نوع من مبالغة؟ لا أقول مبالغة، لكن نقول ما لم يقله السيد، باعتبار أنك نقول أن أنتم أخطأتم، أنتم تقولون السيد يبارك. أنا لا أقول أن السيد يبارك، ولكن السيد منذ البداية، هو منذ أيام إعلان الانسحاب الكتلة الصدرية وتقديم الاستقالات، هو قال اذهبوا وشكل الحكومة إذا كنتم تستطيعون ذلك. في النهاية نحن نريد أشخاصا، لكن الكلمة كانت لافتة عندما يقول لا نريد شخصا مجربا وسبايكر وغيرها، وهو يعني السيد المالكي بالتحديد. طيب الإطار قادر على أن يبتعد عن المالكي في موضوع ترشيحه شخصيا لرئاسة الوزراء من أي خط كانت، أول ثاني ثالث رابع، حتى لو من خارج الإطار، شرط أن يكون بعيد عن الكاظمي ويلبي مطامح الإطار في الاستعداد لانتخابات أخرى أو مبكرة كانت أو غير مبكرة. طيب، لكن عموما هنالك إشارات إلى إمكانية تشكيل هذه الحكومة، والسيد الصدر لا يبدو أنه سيعارض في البداية. إذا كان أكو التزام بالنقاط اللي حددها بالخطبة، إذا تحقق نجاح كبير، أعتقد أنه هنالك حالة استرخاء عامة ستكون لدى الشعب. ما راح يعارض أو يعرقل عمل الحكومة فيما بعد؟ هو هي القضية ليست قضية عرقلة من أجل عرقلة، يعني إحنا حتى بالأدب عندنا نقول الفن من أجل الفن والفن من أجل المجتمع. مثلاً يعني الواحد يرسم يقول له أنت ليش ترسم؟ يقول لك والله أنا أرسم لأن أحب أرسم. يعني فما ممكن واحد يجي يقول والله انا اللي عارض لانه انا احب اعارض او اعرقل لانه لا، هو حدد عده نقاط، يعني دعا الاطار للالتزام بها اذا تحققت هذه النقاط. بالتاكيد يعني هو السيد يقول اكو نقاط اذا التزم بها فانا ملتزم بعدم السعي لاجهاض عمل الحكومه. اذا لم يتم الالتزام بها والسيد لاحظ انه هذه النقاط غير ملتزم بها، ولاحظ الناس انه الاطار غير ملتزم بها، طبعا اول شيء راح يبدا الاعتراض من الناس وليس من السيد الصدر. ليش؟ لانه الشارع هو الذي يراقب، باعتبار انه الشارع يعاني من نقص في المياه. والسيد الصدر يبدو انه يعول كثيرا بهذه المرحله على الشارع. انتقل اليك سيد عمر، الاطار قادر على تحقيق هذه النقاط التي جاءت بخطبه السيد الصدر وبالتالي النجاح بتشكيل الحكومه؟ يمكن الاطار حدد ملامح هذه الحكومه، برنامجها خدمي او غيره، واليه اختيار رئيس الوزراء، لكن هناك تخوف من اعتراض التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر تحديدا على اي حكومه ستنبثق من هذا الحراك السياسي. اذا كان اكو التزام بهذه النقاط اللي حددها السيد بالخطبه، ممكن ان تنجح هذه الحكومه؟ يقدر الاطار يلتزم ويحقق هذه النقاط؟ بدايه شكرا جزيلا على الاستضافه وتحيه مسائيه لزميل الاستاذ هادي وللجمهور الكرام. حياكم. يعني خلينا نتكلم اول شيء عن موضوع الإطار التنسيقي، وهل سوف يكون للإطار التنسيقي والقوى المنضوية تحت لوائه إمكانية للذهاب إلى المشتركات وتشكيل حكومة دون أن توجد هنالك تلكؤات مستقبلية؟ ربما سوف تكون هنالك إخفاقات، وكيف سوف تكون هذه المعالجة إذا وجدت هذه الإخفاقات في المرحلة القادمة؟ السيد مقتدى الصدر حسم أمره منذ البداية بأن الذهاب إلى الأغلبية الوطنية هو الفيصل ذهابنا إلى الحكومة القادمة، ولكن بعد أن يعني انسحب من المشهد السياسي هو يرى بأنه تشكيل حكومة توافقية ربما سوف تكرر المأساة التي شهدناها منذ عام 2003. لذلك توجد هنالك تسريبات وتوجد هنالك بعض الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقول بأن السيد مقتدى الصدر ربما سوف يعارض أي حكومة تتشكل حسب مبدأ التوافق، ولذلك أصبحت اليوم أمام الإطار التنسيقي مهمة حساسة. وإذا كانت في السابق المهمة هي صعبة أمام التحالف إنقاذ وطن وأمام السيد مقتدى الصدر على اعتبار بأنه كان يعني مصر على الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، فأصبحت اليوم المسؤولية أكثر تعقيد على اعتبار بأن التحالف الثلاثي قد انشطر إلى عدة أجزاء، وتجد اليوم الضمانات والشروط التي كانت بجبهة واحدة أصبحت اليوم متعددة الجوانب ومتعددة الجبهات، فتجد بأن الإطار التنسيقي أمامه شروط وضمانات من قبل التحالف البيت الكردي على سبيل المثال أو الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، زائدا الضمانات والشروط التي يريد تحالف السياسة الذهاب إليها مع
الإطار التنسيقي. طيب. أما بما يتعلق بهل سينجح، أنا أعتقد بأن كل ذلك هو مرهون بأول مئة يوم. إذا كانت هنالك نوايا حقيقية وجادة من قبل الأطراف التي سوف تشكل الحكومة، على اعتبار بأن الكرد والسنة هم لا يكترثوا لأي حكومة تذهب في الأيام المقبلة، حكومة أغلبية وطنية أو حكومة توافقية بغض النظر. إذن الموضوع يعني ما بين الإطار وتحالف سيادة والقوى الكردية أكو بمجال التوافق والتفاوض، لكن بالنسبة للتيار الصدري وصاحب ثقل كبير بالشارع وفي العملية السياسية، عند السيدة عدة نقاط حددها يوم أمس، ليش ما تم التفاوض على هذه النقاط مع قوى الإطار وإمكانية أنه يدخلون بتحالف واحد إذا تحققت هذه النقاط وشروط السيد الصدر ويتم التوافق على شكل من أشكال الحكومة؟ ليش انسحب التيار الصدري وحاليا يضع بعض الشروط أمام والنقاط أمام الإطار؟ حسب قرار نفسي أرى الذي هو الذي تولد منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة هو الذي أدى إلى انسحاب السيد الصدر من المشهد السياسي. بقية الأطراف السياسية كلها فاقدة الثقة بالأطراف الأخرى قطع. لكنها أكو مفاوضات أكو توافقات، التيار مو كان أكو يعني يفضل أنه يتم التفاوض خصوصا عن النقاط اللي تم تحديدها والتوافق أو التفاوض على بعض الأمور أيضا والدخول بالعملية السياسية ومن أجل تمشية حال العراق بدل المقاطعة، مو كان أفضل؟ المشكلة يا سيدي الكريم هي باعتقادي بدأت منذ إعلان النتائج الانتخابية. ربما أن هنالك بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هي لم تنفذ، على اعتبار بأن الانتخابات التي قد يعني جرت هي لم ترضي الكثير من القوى السياسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الآراء تقول بأن الشروط والضمانات التي حصل عليها السيد مقتدى الصدر قبل مشاركته بالعملية قبل مشاركته بالانتخابات الماضية وعندما يعني عدل عن موضوع الانسحاب بسبب ضغط الكتل السياسية رجع مرة ثانية إلى الانتخابات والمشاركة الانتخابية، لم تتحقق هذه الشروط والضمانات وأدى إلى هذا الانسداد السياسي. والدليل على ذلك في الخطبة الأخيرة التي تقدم بها السيد الصدر، كانت لغة الجسد واضحة عليه وكان الامتعاض واضح على أن الضمانات التي أعطيت له في الانتخابات وقبل المشاركة الانتخابية هي لم تنفذ على أرض الواقع، ولذلك ذهب بالقصاصة الأولى والقصاصة الثانية والقصاصة الثالثة وهم ثم أردف ذلك بالخطبتين الأخيرتين. أنا أعتقد وحسب قرارة نفسي أن المشهد السياسي اليوم قد وصل إلى نقطة اللاعودة، وفي حال إن كان هنالك أي تشظي في القرار السياسي المقبل وإذا لم تدعم الحكومة القادمة التي سوف يقوم الإطار التنسيقي بتشكيلها، أنا باعتقادي بأننا سوف نواجه مشكلة كبيرة منها إعادة الانتخابات وربما سوف يكون هنالك تهديم للعملية السياسية. نحن أمام منعطف خطير، علينا الدفع بالإيجابية وأن يكون الفيصل باتخاذ القرار هو المشتركات التي ينبغي الدفع باتجاهها من قبل جميع الكتل السياسية. اليوم أعلن عن أنه الإطار التنسيقي عند اجتماع سوف يبقى مفتوح من أجل مناقشة واختيار رئيس مجلس الوزراء من سيرأس هذه الحكومة. يمكن كل النقاط التي ذكرت بالخطبة يوم أمس واجتماعات الإطار عن آلية اختيار رئيس وزراء وكذلك شكل وبرنامج الحكومة القادمة مو بقد أهمية شخصية رئيس الوزراء، من هو رئيس الوزراء؟ تعتقد الإطار أصبح قريب جدا من اختيار هذه الشخصية، هل هي أهم نقطة بكل هذه الأزمة السياسية؟ هو أهم نقطة في الأزمة السياسية هو الصراع الشيعي الشيعي والتيار الصدري ودولة القانون. نعم. أحدهما لا يطيق الآخر ولا يستطيع النظر في وجه الآخر ولا يستطيع اللقاء مع الآخر ولا يستطيع حتى الجلوس مع الآخر، بل لو ولا يريد الجلوس مع الآخر أيضا، ولا يريد أن يتفاهم مع الآخر أيضا، ولا يريد أن يلتقي بالآخر كما قلت. وبالتالي كل الأزمة هو عدم التوافق بين التيار الصدري ودولة القانون، عدم قدرة التيار الصدري على استيعاب شخصية السيد المالكي. وأنا أيضا أرى عدم قدرة السيد المالكي على استيعاب التيار الصدري. يعني هنالك فجوة حدثت ممكن اتسعت هذه الفجوة بعد التسريبات الأخيرة التي نفاها أو نفى صحتها السيد المالكي. شوف، منذ أيام صولة الفرسان هي بدأت الفجوة وبدأ الخلاف
يعني أصبح تراكميا بمرور الزمن، وبدأت تظهر يعني يظهر الطرفان ما في النفوس ومواقع التواصل الاجتماعي، الأحاديث الداخلية، الثقافة، وانعكس ذلك حتى على علاقة التيار ببقية القوى الشيعية بسبب علاقة التيار بدولة القانون، لأنه دولة القانون قريبة من القوى الأخرى، قريبة من الحشد وقريبة من الفصائل، بالتالي التيار الصدري لم يعد يتقبل دولة القانون والسيد المالكي. موضوع التسريبات، شوف يعني المالكي تحدث في لقاءات عامة بأقصى مما في التسريبات. احدى اللقاءات الصحفيه كان اقسى من هذا الحديث، لكن ليش اثار ضجه هذا التسريب؟ اثار ضجه لانه وقسم على اجزاء وتوقيتاته ايضا، لان بعض الاشخاص اللي يشتغلون على السوشيال ميديا يعني اللي هم نفس الاشخاص اللي يتصلون بعض المسؤولين يقول لك قد تدفع لي حتى ما انشر عليك، هم نفسهم نزلوها، يعني اشخاص نفسهم دول اللي كانوا يتصلون بعض المسؤولين يقول لك قد تعطيني حتى ما انزل عليك فساد ملفات، هم نفسهم نزلوها لغرض تهيج الشارع، تصعيد الموقف مع قرب صلاة الجمعة، محاولة إحداث صدام شيعي شيعي، لأن هنالك الآن عمل كبير على إشعال النار داخل، لكن بالمقابل يبدو أن الصدرين استوعبوا، لا الصدرين يعرفون تماما لا بعيدا عن موضوع المؤامرة، يعني هسه موضوع المؤامرة هذا شيء آخر، هذا مشتغل يعني دائما، لأن هنالك أطراف أخرى أيضا لا ترتاح للتيار الصدري، أطراف لا ترتاح لدولة القانون، أطراف تعمل وفق نهج قومي وفق نهج طائفي، أطراف تحاول إطفاء النيران حتى من داخل المكونات الأخرى لا تريد هذه النيران تشتعل، هنالك تزاحم، يعني هنالك من يريد ومن لا يريد في ذات اللحظة، هنالك من يريد في نفس الموقع في نفس المكان في نفس المكون، لكن قلت لك إنه التسريبات والمواقف اعتدنا عليها، التيار الصدري يعرف تماما إنه فكرة الاعتماد على هذه التسريبات لإحداث فارق في المسابقة في هذا السباق الطويل المسافة لن تكون مجدية، يعني يدرك التيار الصدري أنه الاستجابة أيضا غير مجدية، عدا عن ذلك أطياف أيضا كبيرة ربما من داخل المكون الشيعي القواعد الشعبية أيضا تستقبل هذه التسريبات، يعني تجد أنه الكلام اللي قاله المالكي عند بعض القواعد قد تتقبله، أنت تلاحظ أنه هذا الصراع ليش مستمر بين المالكي والتيار الصدري؟ لأنه المالكي أيضاً عنده قواعد شعبية مثل ما التيار الصدري عنده قواعد شعبية، حتى إن كانت قواعد التيار متماسكة وتربطها الرمزية الدينية، وإن كانت الرمزية السياسية للمالكي وليست رمزية دينية، وهناك يعني امتدادات متعددة داخل البيت التقليدي والشيعية التقليدية، لكن التيار الصدري يدرك أنه التعويل على التسريبات غير مجدي في هذه المرحلة، وحتى المالكي شخصياً أنا يعني متأكد أنه غير مهتم. بالمناسبة يعني راح أعطيك شيء، والله العظيم أنا ما سمعت التسريبات، يعني أتذكر أستاذ عمر قبل يومين كنت فيها ما سمعت، لكن سمعت شنو اللي يدور بها. ليش طيب. ليش لأن أنا أدري المالكي يحكي على التيار الصدري من زمان، هو معروف شغلة التلفزيونية أيضا، والتيار الصدري شغلتهم ما يحبون المالكي، يعني هذا شيء واضح تعودنا عليه، فإحنا ليش نشغل بشيء هو ندري ما راح يؤدي له نتيجة. طيب ممكن يعني حسن واحد أني أني عندي مشكلة ويا شخص مشكله قديمه و24 ساعه يحكي عليه، وفجاه جابوا لي اقول لك فلان يوم سمعني مش حاكي عليك، هاك اسمع اي والله هذه والله هذه مو خوش ادمي ادري، وهو يوميا يقول هذه مو خوش ادمي، يعني قابل اليوم جديده لذا طيب. لكن التركيز مثل ما قلت لك انه واحنا حكينا عن هذا الموضوع، موضوع حتى موضوع صلاه الجمعه لما قالوا الاطار مرعوبين وراح يصير مشاكل وراح يشتعل العراق، انا شخصيا البارحه سالت استاذ عمر قلت له ايش صار، لانه كنت نايم قعده المغرب بصراحه احكي لك ليش، لانه ادري وقلت ما عندي قلته قبل اكثر من يوم في اكثر من قناه فضائيه، حتى هنا قلنا يابا ترى هاي صلاه طبيعيه سيد مختار الصدر مسويها يريد يعيد الحيويه للقواعد الشعبيه، بعض القواعد الشعبيه شويه انزعجت من الاستقالات من الانسحابات، تقول ليش احنا غلبنا وحققنا تقدم كبير، حسابات سياسيه تعرف الحسابات عند القاعده غير الحسابات عند القياده اكيد، فالسيد الصدر قال لهم هذا الموجود تعالوا صلاة الجمعة، جمع الناس من أطياف ومذاهب أخرى أيضا، توضحت الصورة أكثر، استعداد للمرحلة المقبلة ما بعد تشكيل الحكومة، السيد عنده هواي أفكار، عنده طموحات، عنده أراء، راح ينتظر الجماعة أن يشكل الحكومة إذا شكلوها طيب. وبعدين يتصرف. طيب أيضا كان هناك حديث أنه كان هناك رسالة من وراء صلاة الجمعة وهذا الجمع الكبير، فعلا أكو رسالة هل وصلت إلى الطرف الآخر؟
يعني تقصد رساله لدوله القانون والمالكي والربعه وانه انا عندي قواعد شعبيه وانا اقدر اقلب الدنيا على رؤوسهم. موضوع رساله يعني لو هو اصلا معروف هو هذا التيار الصدري بالشارع. هذا الكلام كله هو يشتغل في تعرف العراقيين اكثر شعب بالكره الارضيه يأول الاشياء ويسويها مثل الطبخه ويحول الامور الى غير مجراها المعتاد وحتى اللي ما صاير احنا نسويه حتى اللي ما موجود حتى المتخيل عندنا عالي جدا يعني الحمد لله والشكر. فالفكره الاساسيه في الموضوع انه التيار الصدري موجود لديه قواعد شعبيه يستعرض هذه القواعد لديه قدره على جمع الانصار هم الانصار ياتون هو حتى لا ما يجمعهم هم يجمعونه وهو معروف حجمهم هم جماعه يعني التيار الصدري وجودهم حضورهم بالشارع معروف هم جماعه التيار القاعده الشعبيه اذا القياده ما جمعتهم هي تجمع القياده هم القاعده اقوى من القياده بالمناسبه احكي لك يعني هم التيار الوحيد اللي يخاف من جماهيره هو التيار الصدري باقي القوى القيادات ما تخاف من الجماهير منوبات حتى ما تعرفها وين هاي صايره الجماهير بينما جماعه التيار الصدري لا القيادات يخافون يعني حتى يعرفون ربحهم وين ليش لان اكو رمزيه هاي شلون صارت مثل الانفجار العظيم نعم. مثل خلق الكون صدفه المهم هذا هو التيار الصدري هاي طبيعته هاي شكلته هاي قدرته هذا ترتيبه واضح الرسائل اللي توصل للاخرين خلي توصل شلون ما توصل وبعد احسن هم يكيفون من توصل ايش رسائل ويقول لك يا جماعه وصلتهم ايش رسائل وخايفين حتى اذا ما اقول لك يلا خلي على راحتهم خلي يخافون من عندنا لا يبدو انهم ما خايفين ولا الموضوع باهميه سوى ارتياح يمكن ان هناك اريحيه اصبحت اكثر لدى الاطار بتشكيل الحكومه لكن سيد عمر ممكن أن تحل كل هذه الأزمة باختيار شخصية مقبولة لدى أغلب الأطراف السياسية شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصا أن الإطار وقوى الإطار اليوم لديها اجتماع ترك مفتوحة لمناقشة وتحديد شخصية من يستلم رئاسة الحكومة أنا أعتقد بأنه اختيار شخصية من الرعيل الأول هو سوف يؤزم المشهد السياسي بشكل كبير تقصد السيد المالك لا انا ما اقصد انه السيد المالك اي شخصيه أو من الرأي من الصف الاول من الصف الاول سوف يؤزم المشهد السياسي على اعتبار بان السيد مقتدى الصدر وبقيه الكتل السياسيه لديهم تحفظات على جميع الطبقه السياسيه القابضه على السلطه التي جاءت بعد عام 2003 ولكن حسب اعتقادي ان الشخصيه المقبله التي سوف يتم اختيارها لمنصب رئاسة الوزراء هي سوف تكون من شيعية من المستقلين أنا حسب توقعي هذا الموضوع مو تراجع عنه نوعا ما لطار أبدا لا يوجد شيء في السياسة هو مستبعد اليوم نحن تحت تأثير المتغيرات اللحظية العراق لم يشهد ثوابت منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة لذلك تجد بأن المتغيرات هي تكون بلحظة ربما أنه اليوم هي هذه المرحلة هي أكثر المراحل التي حرقت بها الأسماء لذلك تجد بأنه من أي اسم بإمكانه أن يطرح على الساحة السياسية يتم خرقه وضربه إعلاميا أنا أرى ما سوف تؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة سوف يكون هنالك هدوء نسبي قبل الإعلان عن شخصية لرئاسة الوزراء لأن الإعلام الأصفر بدأ يتربص بكل ثانية وبكل لحظة لكل شخصية سياسية تبدأ بالظهور إلى السطح المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولكن هنالك بعض الأمور التي باعتقادي ينبغي على الإطار التنسيقي الذهاب إليها من أجل إرسال رسائل تطمينية للشارع العراقي اليوم توجد هنالك بعض التسريبات أو بعض يعني اللغط الذي يدور في مواقع التواصل الاجتماعي لا. الذي يقول بأن أحد الدول الخليجية ترى بأن أي حكومة تتشكل من قبل الإطار التنسيقي هي لن تتعامل معها وهذا طبعا لم نتاكد منه لحد هذه اللحظه، هل هذه يعني هذا الكلام الذي ظهر هو صحيح ام هو فقط بما ما يدور بداخل هذه المواقع الالكترونيه؟ نحن نرى امامنا اليوم جيوش الكترونيه قادره على ان تلج بعمق الازمات، لذلك اصبح من الواجب ان نذهب بحرفيه لتشكيل حكومه قادره على لجم بعض الاصوات التي تريد النيل من المكتسبات أو المنجزات التي ربما سوف تحققها حكومة الإطار التنسيقي ولكن هل سوف تتحقق هذه الأشياء وهذه الأشياء وتلك الضمانات ما هي تلك الضمانات التي سوف تعطى للشارع العراقي من أجل الذهاب لحكومة توافقية خدمية اليوم الشارع يقول لقد سئمنا من الوعود وسئمنا من المواثيق وإلى ما شابه وحتى مواثيق الشرف التي أعطيت منذ عام 2003 هي لم تطبق لحد هذه اللحظة
أي بند من هذه البنود لم يطبق لهذه لحد الآن. لذلك أصبح من واجب الإطار التنسيقي وبقية الكتل السياسية المنضوية تحت لواء هذا التشكيل أن يدفعوا بالإيجابية وأن يجدوا البدائل. نحن علينا الذهاب إلى خطة أي، ومن ثم من ثم خطة بي. إذا لم تتحقق الخطة أي نذهب بعدها إلى الخطة بي من أجل أن ماكو يعني أي ملامح لأي خطة، يعني لا أي ولا البي، يعني مجرد جمود سياسي رغم وجود حراك بالكواليس، يمكن مفاوضات غير معلن عن نتائجها أو نقاط البحث بها، أولى الخطوة يمكن لحل هذه الأزمة هي حل قضية والخلاف على رئاسة الجمهورية ما بين الأطراف الكردية. تتوقع راح يجون إلى بغداد بمرشح واحد لمرشحين؟ يعني حسب ما سمعت يوم أمس بأن هنالك تقارب ما بين الحزبين الكرديين، ولكن يبدو أن هذا الأمر هو مستبعد على اعتبار أنه يقول سين من الناس بأنه أصبح تقارب وبعد ساعة لا، يعني انتهى الموضوع ولن يكون هنالك شيء. يعني راح يكون بغداد مرشحين؟ أعتقد بأنه في بأغلب الاحتمالات أو أنهم سوف يأتون إلى بغداد بمرشحين وسيتم التصويت على أحدهم في داخل مجلس. وبالتأكيد قوى الإطار راح تصوت المرشح الاتحاد. ومن يقول أن بأن التحالف السيادة سوف يقبل على أن يكون هنا فقط مرشح؟ هذه من ضمن المساومات السياسية. هنا سوف تتدخل المساومات السياسية من أجل إدراج أحد هذين لا أترك السيادة، خلينا ما بين الإطار والقوى الكردية. في حال تم التصويت من قبل الإطار لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، في هذه الحالة الديمقراط الكردستاني ما راح يكون معرقل لحكومة الإطار؟ يعني إذا أردنا الذهاب فعليا إلى مرشح لواحد لرئاسة الجمهورية، فعلينا اليوم الذهاب لمبادرات حقيقية من أجل رأب الصدع الموجود في داخل البيت الكردي. ستكون مبادرات من الإطار، لكن الأطراف الكردية ما زالت متمسكة بمرشحيها أو بمواقفها. أعتقد بأن هذه المبادرات هي قد يعني لم تلاقي استحسان من قبل الحزبين الكرديين. لذلك أقول ما زال الوقت يعني مبكر للقول بأن الذهاب لمرشح واحد إلى بغداد، ولكن العمق الخلافات الموجودة في داخل البيت الكردي هي كثيرة، ومنها هو وجود حزب العمال الكردستاني وحسم ملف كركوك الذي سوف يكون في الأيام القادمة هو الملف الأساسي في ذهابهم إلى بغداد. طيب سيد هادي، بالنسبة لجلسة البرلمان المرتقبة يمكن قريبة، تعتقد شنو راح يكون السيناريو بهاي الجلسة؟ إذا لم يتم الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فأكيد راح تكون جلسة محبة وتعارف ونشوف الوجوه الجديدة مرة أخرى. يعني قبل شوية مو من المقرر أن يتم التصويت بها على مرشح الرئاسة؟ أي إذا ما جاء مرشح الرئاسة، إذا جاوب مرشحين، إذا ما جت الباص من أربيلة ومسليمانية، يعني فمن الصعب أن نقول أنه يجب أن البرلمان يجب أن يعقد في النهاية حتى لو لم يتم. يعني عمل البرلمان مختلف، عمل تشريعي. يعني إذا جاءوا مرشحين اثنين ما راح تكون جلسة تصويت؟ ممكن إذا حسمت الأصوات، عدد الأصوات، لأنه نعم. في 2018 عندما أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على فؤاد حسين والاتحاد الوطني على برهم صالح، جاء بالمرشحين إلى البرلمان وتم التصويت من قبل الأغلبية التي ذهبت إلى برهم صالح، ولم يحصل فؤاد حسين على الصفة يعني الكاملة لرئاسة الجمهورية، وبالتالي جرت توافقات سياسية وبعدين حصل على منصب وزير الخارجية، وأيضا جرت اتفاقات سمحت الأكراد بأن يحصلوا على مناصب. في النهاية الأكراد غير معنيين تماما الموضوع كيف تحكم بغداد، لدرجة أنها إذا كانت بغداد يعني حاسمة في مصالح كردستان لا مو مهم أن يكون موجود في النهاية. يعني رئيس الجمهورية مو هو اللي راح يوقع على حجم المبالغ، ولا هو راح يأخذ المبالغ ويوديها كردستان، هي الحكومة، وبالتالي الحكومة دائما في بغداد تحاول أن تكون قريبة من كردستان. حتى في أشد الظروف يعني قساوة كانت الأمور تجري ماديا وتجري سياسيا بطريقة لا تغضب كردستان إلى المستوى الذي تجعلها على قطيعة مع بغداد. طيب. لذلك قد يتم الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،
وإذا لم يتم الاتفاق فيجب أن يعقد البرلمان، لأن البرلمان مسؤوليات التشريعية. لكن ممكن أن يتحقق نصاب هذه الجلسة؟ هذا أيضا خاضع للمفاوضات، لأن الإطار التنسيقي هو الذي عطل التشكيل الحكومة السابقة، هو الذي عطل اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي هو الآن المكلف باختيار رئيس وزراء مقبل، وعليه أن يتفاوض مع الكرد والسنة من أجل رئيس الجمهورية ورئيس. وهو من طلب حاليا عقد هذه الجلسة. أي طبعا، لكن هذه الجلسة يجب أن تحكم مسبقا بالمرشحين للجمهورية والحكومة. إذا لم يصلوا إلى نتاج حقيقية ربما لا يتم عقد هذه الجلسة، أو أن تعقد جلسة كما عقدت جلسات، تتذكر حضرتك أنه كانت هناك جلسات تعقد دون أن يتم الوصول إلى مرشح، وجرت أكثر من مرة، قالوا راح اليوم يصير هذا الشيء، ويقعد البرلمان ويناقش قضايا اللجان واختاروا حتى رؤساء اللجان، وبعدين نواب التيار انسحبوا واللجان هسه بعثرت، لازم يسوون لجان من جديد لأنه أجوا نواب جدد يعني من أطياف ومكونات مختلفة. لذلك البرلمان لا يرتبط عقده باختيار، لأنه ما موجود من أجل أنه يقعد حتى يصوت على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدين يقول يلا باي باي أنا راح أروح للبيت. لا، هو برلمان تشريعي، مهمته تشريعية ممتدة لأربع سنوات، يعقد جلسات مستمرة، والمفروض الجلسات يومية، والمفروض العلاقات دائم. بس تعرف العراق دولة فاشلة، فالبرلمان يقولهم يا بقى مثل طلاب المدارس، روحوا الله وياكم، خذوا الصيفيه كلها لكم، يروحون يسبحون بالمسابح، يروحون الاربيل، يروحون لعمان، يسافرون، يروحون لايران، لبنان، يتونسون مع عائلهم، وعود يروحون محافظاتهم، اللي وضعه بعده تعبان، اللي ما مضبط اموره، اللي ما حصل له عقد، هذا قام راسا يسافر. فالبرلمان العراقي هو ايضا جزء من حاله الفشل السياسي في الدوله العراقيه، وبالتالي البرلمان معطل لانه الدوله معطله، يعني هذا البئر ما به مي. يعني ما او ما حد يستخدمه، بس يمون بحجار، فالعراق صار مثل البئر المعطل، الناس تجي ترمي بحجر فقط او تاخذ مصالحها من دون تعوفه. لذلك البرلمان العراقي المفروض عمله اوسع من دائره اختيار هؤلاء الشخصيات الثلاث، هو دائرته دائره اختيار ومناقشه القوانين وتبويبها، وهو ميزانيه ما قدر يقر هذا البرلمان العظيم، البرلمان العراقي العظيم ميزانية ما قدر يقر على مستوى سنوات طويلة، وما أقصد فقط برلمان السيد الحلبوسي، حتى البرلمانات كلها شرع قلع من 2003 لحد الآن، برلمانات شكلية يعني لا قيمة لها. وتعرف حضرتك أنه حتى المناصب رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان هم ما لها قيمة مثل رئاسة الحكومة، لأنه الصرمايه بيد يعني. لا بس منصب رئاسة البرلمان أوكي مهم. أوكي 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 مهم، التحالف سيادة حصل على منصب ويجنن وكلش، بس يا هو اهم بالنسبه لتحالف السياده، يعني رئاسه البرلمان لو ياخذ لهم وزاره زين يعبون بها قواني. مو الموضوع مترابط شيء مترابط، يعني الفلوس يعني مثل الغاز والنفط تمشي بالاناريب. يعني باعتبار ذكرت موضوع تحالف السياده، ليش تحالف السياده حتى الان موقفه مو كلش واضح مثل بقيه الاطراف السياسيه والقوى الاخرى، ومثل طلبات الاطراف الكرديه تفاوضاتهم مع الاطار واضحه، تحالف سيادة ليش ما واضح لحد الآن؟ اللي هو مرتاح يمكن لأنه حاصل على منصب رئاسة البرلمان. يعني هو تحالف السيادة ذكرها السيد محمود المشهداني في إحدى اللقاءات، ذكر بأن السنة هم ليس لديهم مشكلة مع أي حكومة تتشكل، عليهم أن يأخذوا حصتهم ويروحون، ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع. ولكن هل سوف يكون هذا هو الحل بالنسبة للمشهد السياسي؟ هل سوف يكون هنالك يعني تجاوب من قبل تحالف السيادة أو المنظمين تحت لواء تحالف السيادة لدعم الحكومة القادمة؟ كل ذلك هو مرهون بالمفاوضات والمساومات التي هي سوف تكون في الأيام المقبلة تشهد تحركات مكوكية، ولكن لا أرى أن هنالك يعني مبرر لأن يقف تحالف السيادة دون تشكيل الحكومة من ضد تشكيل الحكومة، لأن اليوم من يعني من اولى الاولويات التي يطمح اليها تحالف السياده هي ان يكون السيد الحلبوسي في يعني في مكانه الصحيح، على اعتبار بان كان هنالك يعني نوع من الرغبه منهم ببقاء السيد الحلبوسي في هذا المنصب. لذلك اقول نحن اليوم امام مفترق طرق حقيقي، اذا كانت هنالك حكومه توافقيه فعلينا ان نذهب باتجاه الضمانات او توافقيه خدميه، علينا الذهاب باتجاه الضمانات التي تطمئن الشارع والتي
ترسل رسائل إيجابية بأن هذه الحكومة هي مختلفة تماما عن ما شهدناه في المراحل الماضية، أو ربما سوف يكون هنالك خيار آخر هو خيار إعادة الانتخابات، ولكن هذا الخيار باعتقادي هو انتحار سياسي لجميع القوى السياسية، على اعتبار بأننا اليوم قد شهدنا يعني انتخابات لم ترضي مستوى الطموح للكثير منهم. وأنا باعتقادي حتى ولو أعيدت الانتخابات أنا لا أرى بأن هنالك رغبة من الشارع العراقي بالذهاب لصناديق الاقتراع حتى ولو ناخب واحد، عدد جمهور المحتكر، لأن الفشل والإخفاقات التي رأيناها في هذه الانتخابات والانتخابات التي قبلها وجميع الحكومات الماضية هي خير دليل وخير. إذا أنت تتوقع أن تكون الحكومة، ويبدو أن القوى السياسية ستنجح بتشكيل هذه الحكومة، لكن تتفق مع بعض الآراء أن هناك إرادة لأن تكون هذه الحكومة حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة، واجبها أنه تغير المفوضية، توجد مجلس مفوضين جديد، وكذلك إيجاد قانون انتخابي جديد، وبعد يتم حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات أخرى. وكيف ترسل رسائل الثقة المتبادلة من الشارع إلى الطبقة السياسية القابضة على السلطة؟ وكيف يكون هنالك يعني تقليص للهوة والفجوة التي بدأنا نراها أمامنا ما بين الشارع والقوى السياسية؟ كل ذلك هو مرهون بالأمور التي الحقيقية التي سوف يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأنا باعتقادي من أهم تلك الجزئيات هو الأول 100 يوم الأولى التي تحدثت عنها قبل قليل. إذا كانت هنالك تحركات نوعية ولمس المواطن بصورة واقعية حجم الخدمات التي سوف تقدم، أنا باعتقادي سوف يكون لديه الرغبة بالمشاركة الانتخابية في المرة القادمة. طيب، والتيار الصدري بالمقابل راح يرضى بأي أداء حكومي، خصوصا إذا كان بنسبة معينة من النجاح وهو خارج اللعبة السياسية؟ يعني التيار الصدري بمآل الأمر هو تيار شعبي يريد أن يكون هنالك نجاح للعملية السياسية، ولا يريد أن يحتكر النجاح فقط لجانبه. لا، اليوم هو يحتكر الجانب، لكن إذا أكو نجاح لأطراف سياسية وهو بعيد يرضى؟ يعني وما الضير من أن يكون هنالك نجاح؟ إذا كان هذا النجاح لحكومة الإطار أو لحكومة حكومة يترأسها التيار على سبيل المثال، هو بمآل الأمر أمر نجاح لكل العملية السياسية ونجاح كل القوى السياسية، وهذا يعني هذا يكون من البديهي جدا أن يكون هنالك لمسات إضافية من قبل التيار أو من قبل بقية الأحزاب والتيارات الأخرى على أن يكون شكل الحكومة المقبل هو مرضي لطموح الجميع. ولكن هل سوف يكون في هذه الحكومة التي سوف يشكلها الإطار هنالك معارضة حقيقية تراقب عمل البرلمان، على اعتبار بأننا شهدنا منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة تعطيل لأداء مجلس النواب، ولم يكن هنالك مراقبة لأداء العاملين في تحت قبة البرلمان. طيب، ذكرت سيد هادي بداية حديثك قضية مؤتمر قمة جدة الذي يعقد حاليا، وقبل قليل كان هناك إعلان من الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن هناك دول جديدة ستنضم إلى مسيرة التطبيع. هذا إلى أي درجة يشكل تحدي أمام القوى السياسية العراقية حاليا وهي تدور في فلك هذه الأزمة دون حل طيلة الأشهر الماضية؟ ما راح يحثها هذا الإعلان أو هذا المشروع الجديد أو هذه المخاطر لحل هذه الأزمة لمواجهة أي تحدي خارجي بالمنطقة؟ شوف، من كنا صغار يعني بالثمانينات، يعني بداية الثمانينات كنا نشوف مؤتمرات القمة وكأنه أعراس، أنه العالم سيتغير، الصحراء ستخضر. أنا حتى من كنت صغير من يجي مسؤول البغداد المستقبل السيد طارق عزيز وزير الخارجية، وفد الفرنسي انضم وزيري الكذا، ومشينا أقول العراق راح ينقلب، اليوم الدنيا راح تتغير. وين بعدين اكتشفت مرور الزمن أنه هاي كذبة 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 كذبة. العالم هو قائم على أكاذيب، الكرة الأرضية تدار بالأكاذيب. هناك بعض الدول لديها تقنيات وسيطرة اقتصادية وعسكرية تريد أن تهيمن وتبقى مهيمنة، دول تنافس تريد تزيحها وتصير بمكانها، دول صغيرة أقزام كبار صغار متوسطة الحجم مثل هاي الكويكوات التائهة بالمجرة تريد توصل، تريد تلقاها مكان، تريد تطب هاي الدائرة، تريد تشوف تلقى لها مجرة وتجي تدي وياها بالفصل العشائري وتقعد تصير جزء من هاي المجرة. بعدين القمم والتحالفات كلها تنتهي وتزول بمرور الوقت. يعني
يعني موضوع التطبيع مع إسرائيل، الدول نفسها اللي طبعت مع إسرائيل الآن مثل الإمارات، البارحة يعلن أنور قرقاش أنه سيبعث سفير أبو ظبي إلى طهران، وأنه يرفض إقامة ناتو عربي ضد إيران، والسعوديين اليوم يستهزئون بموضوع الناتو، والمصريون استهزؤوا بموضوع الناتو، وإذا أرادوا أن يشكلوا ما يسمى بالناتو فهو ناتو دفاعي وليس ناتو هجومي، لأنه مو أغبياء أو حمقى يصيرون أدوات بيد إسرائيل ويجون يشنون حرب على إيران ويعبرون الخليج ويروحون يهاجمون المناطق الإيرانية حتى إيران تدمرهم خمس دقائق. هذا غباء سياسي. اللي 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 دي يسويه بايدن هو عبارة عن محاولة تحفيز الجامد وتحفيز الراكد من الأشياء، من باعتبار أنه تحتاج إلى تحفيز بين حين وآخر هذه العلاقات وهذه التحالفات الموجودة هي تقليدية طبعاً، لأنه هذه الدول الموجودة مع بعض هي أصلاً متفقة مع بعض على ملفات عديدة، ملف الطاقة، ملف، لكن التحول الكبير اللي صار أنه العالم بدأ يدرك أنه أمريكا ليست أمريكا، السعودية والإمارات بدأت تشترط، لم تكن تشترط في السابق، في السابق كانت الدول الخليج تدار بالهاتف من فرنسا ومن بريطانيا، إيه الآن لا، الآن ممكن الرئيس الفرنسي يرن التليفون على محمد بن زايد ما يجاوبه، بايدن يريد يرن على محمد بن سلمان يجوز يخاف يقول لك هذا خاف ما يجاوبني، يعني البارحة محمد بن سلمان يستقبل بايدن بطريقة فيها عنفوان وكبرياء حتى أنه لم يبتسم، في حين اليوم لما استقبل أمير قطر يعني الضحكة مجلجلة وأمير قطر يضحك بطريقة يعني كبيرة جدا ويؤشرها هكذا بإيديهم. إذن هنالك شعور بأنه أمريكا ليست أمريكا، هنالك روسيا، هنالك الصين، هنالك البرازيل، هنالك جنوب أفريقيا، هنالك الهند، هنالك تركيا، هنالك إيران، السعودية تتواصل واليوم أعلنوا أنهم سيتواصلون مع إيران، اليوم إيران رحبت أكثر. سؤال أخير، أين العراق من كل هذا باختصار؟ العراق مثل الكويكب التايه في المجرة، يبحث له عن مكان يتشلب به. العراق رايح الجدة برئيس حكومة ثلاث أرباع الموجودين ما راضين عليه. هو رايح يناقش قضية تغير مناخي كما أعلنت الحكومة. لا هو تغير المناخي هو مو ماكشي اسمه هذا ما أعلنته. هو ماكو مناخ حتى هو المناسبة لم يعد هنالك مناخ في الأرض لكي يتغير، خلاص باي باي المناخ انقلب ومع السلامة. بايدن جاي من أجل تأمين موارد الطاقة، والسعوديين والإماراتيين سيقولوا له يا سيادة الرئيس عندنا مؤتمر قمة أوبكس جاي بعد فترة، وعندنا مؤتمر مناخ سيعقد في أبو ظبي، عندنا مؤتمر مناخ أيضا سيعقد في السعودية في الفترة المقبلة، هذا يعود بعدين أهلا وسهلا يا رئيس وزراء العراق موجود يروح الله وياه يروح يقعد ويسولف ويرجع يخسر يجي. المطلوب السعوديين والإماراتيين يقولون لا نمتلك القدرات على توفير موارد طاقة أكبر، روحوا اضغطوا على غيرنا. لذلك شوف الإمارات الأمريكيين مستعجلين على حسم ملف الغاز بين إسرائيل ولبنان اللي وعينه وسيط من أجل ذلك، نيجيريا شلون تصدر غاز عبر المغرب وعبر شمال أفريقيا إلى أوروبا، الجزائر شوية البارحة زيدت الكمية لإيطاليا، إيران بدأت تقولهم لا أنا ما مستعجلة. طيب. لذلك الموضوع طويل وشائك ومعقد خلال أشهر المقبلة، وهذا المؤتمر راح يصير ذكرى مثل ما سوالف ترامب صارت ذكريات. الشكر جزيل لك رئيس رابطة المحللين السياسيين هادي جلمري، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. شكرا جزيلا. وشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر الناصر. شكرا جزيلا، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيد عمر. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.